طب اقول لكم حاجه، خلونا نروح للمغرب. زميلنا كريم رمزي من المغرب، من قلب ملعب براك محمد الخامس، بينقل بقى اصداء الفرحه بفوز النادي الاهلي بالنجمه ال11. خلينا نروح نشوف. ألف مبروك للنادي الأهلي من هنا من ملعب محمد الخامس. النادي الأهلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه. أداء كبير، أداء محترم، حماس، روح، زي ما قلنا في سن الوداد هناك، وقدر النادي الأهلي يتعادل معاهم هنا رغم ضغط جماهيري مش طبيعي ورغم أخطاء تحكيمية واضحة. بس النادي الأهلي بيثبت كل مرة إنه مفيش حاجة اسمها عقدة عند النادي الأهلي، بيثبت كل مرة إن الأهلي هو كبير القارة الأفريقية. ببساطة شديدة مش محتاجين نكمل الكلام، النادي الأهلي في كل المواقف الصعبة كان حاضر وحاضر بقوة كبيرة جدا. الأجواء هنا أجواء رائعة جدا. عايز قبل ما أروح لجمال أشيد جدا لجمهور النادي الأهلي اللي كان موجود النهاردة في ملعب محمد الخامس. العدد أكيد أقل من جماهير الوداد، صوتهم كان طالع حماس كبير، ما توقفوش عن التشجيع، صوتهم ورايا اهو لسه موجودين في ملعب المباراه بيحتفلوا مع لاعبي النادي الاهلي. رحلت جماهير الوداد من ملعب المباراه وبقت جماهير النادي الاهلي، وبقى النادي الاهلي اليوم المذيع الداخلي بعد نهايه المباراه بيقول مبروك للاهلي، مبروك لمصر، مبروك للاهلي، مبروك لمصر. عاش الاهلي، عاش بطل طول عمره، عاش كبير القاره الافريقيه، عاش دائما بكل لاعبيه وكل الناس المنتميه ليه فوق رقم واحد دائما النادي الاهلي في القاره الافريقيه. جيمي الكلمه معاك. حبيبي يا كريم، الكثيرون يكتبون التاريخ لكن احدهم هو من يصنعه، من يصنع التاريخ دوما في الكره المصريه هو النادي الاهلي، من دخل التاريخ اليوم هو النادي الاهلي، من ضم النجم ال11 الى تاريخه هو النادي الاهلي. قبل المباراه هو كبير القوم، اليوم ظل كبير القوم. الاهلي ليس لديه اي عقده من اي فريق، الاهلي هو الفريق الاكبر في افريقيا، الاهلي سيظل الفريق الاكبر في افريقيا، الاهلي برجاله، الاهلي بجماهيره، الاهلي بجماهيره في مصر، الاهلي في جماهيره اللي موجوده ورايا في ملعب كازابلانكا، ملعب محمد الخامس. الجماهير موجوده من 6 ساعات، موجوده في ملعب صعب جدا جدا جدا. جميل، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. جمهور النادي الاهلي النهارده كان ملتزم التزام شديد جدا. جماهير الوداد بعد نهايه المباراه بعض منهم قليلا منهم حاول انه يقتحم ملعب المباراه، بس بصراحه الامن اتعامل معاهم بشكل رائع. سيبك من كل ده، الاهم من كل ده انه فنان النادي الاهلي في الشوط الثاني استعاد عافيته. الشوط الاول حقيقي اتعصب بالضغط الجماهيري، ضغط كبير جدا، هتافات لا تتوقف وصوت عالي جدا في المدرجات، احنا قاعدين في المدرجات متوترين، احنا مضغوطين، ما بالك انت اللعيب في ارض الملعب وهو عليه ضغوط ملايين المشجعين من جماهير النادي الاهلي. عايز اسال جيمي سؤال واضح، ايه اللي حول النادي الاهلي وخلاه يتحسن الى حد كبير في الشوط الثاني؟ النادي الاهلي النهارده يا كريم قسم المباراه لجزئيات، لسوء الحظ انه استقبل هدف من كره ثابته، اتكلمنا عليها كتير، مارسيل كولر اتكلم عليها كتير، لكن ده طبيعي المباراه فيها اخطاء، تلعب على تفاصيل بسيطه. الشوط الثاني التحول، تغييرات مارسيل كولر، كان في مشكله في وسط الملعب، حمدي فتحي ما كانش في حالته، اليو ديانج ما كانش في حالته، التغييرات في وسط الملعب، اعاده الهيمنه زي ما الوداد سجل بكره وحيده، الاهلي سجل من كره وحيده، وبعد الهدف في اخر 20 دقيقه الاهلي ضيع 3 أو 4 أهداف من احمد عبد القادر ومحمد شريف، وده اللي كنا بنتكلم عليه. هدف الاهلي سجله خلال المباراه، ده اللي اتكلم عليه مارسيل كولر مع اللاعبين في رسالتنا امبارح، قلنا مارسيل كولر قال هنسجل في كازابلانكا، هدف اللي هنسجله في كازابلانكا هيجيب اللقب ال11 للنادي الاهلي. المحاولات بتاعت النادي الاهلي، خروج فريق الوداد، مطاردته للنتيجه هي اللي خلت الاهلي يروح بكوره واثنين وثلاثه واربعه. وقبل ما ارجع لك تاني يا كريم، انا بشكر الجمهور تاني وتالت ورابع وخامس اللي صوتهم طالع في الخلفيه، بشكرهم. الناس دي تعبت جدا جدا جدا، الملعب صعب جدا يا جماعه. اهل المغرب وانا تاني بقول يمكن قله هم اللي تجاوزوا بعد المباراه، لكن اهل المغرب كانوا مضيافين لينا، رحبوا بينا، لكن الملعب صعب جدا، احنا قاعدين زي ما كريم قال مضغوطين جدا من قبل المباراه لحد بقى لما صفات الحكم. عايز اقول حاجه على موضوع جماهير الوداد والشعب المغربي، ترحاب كريم محترم مهذب، مش بنقول الكلام ده عشان الاهلي كسب في الاخر، بس هو احتفل الحق، مفيش اي تجاوزات ضد جماهير النادي الاهلي، مفيش تجاوزات. احنا قاعدين النهارده عدد قليل جدا من الجماهير، تحديدا في مقصوره الاعلاميين عدد قليل جدا من المتابعين،
من المصريين، ورغم كده التعامل محترم جدا ومهذب جدا، والناس بتبارك بعد المباراه وبين الشوطين بيقولوا لنا ما تقلقوش والدنيا كويسه، فريقكم محترم، الناس هنا محترمه جدا. تحيه كبيره جدا جدا لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، استحق هذه البطوله، استحق ان اسمه يتكتب بحروف من نور ومن ذهب في تاريخ النادي الاهلي. تحيه لكل لاعبي النادي الاهلي، اخص بالذكر احسن لاعب في هذه المواجهه وصاحب هدف الفوز بالبطوله محمد عبد المنعم. تعرض لانتقادات المباراه الماضيه، ورغم كده كان ثابت النهارده دفاعيا وهجوميا بشكل رائع جدا، وسجل هدف اليوم. محمد عبد المنعم احسن مدافع داخل القاره الافريقيه، واستحق النهارده كل التحيه. كل لاعبي النادي الاهلي عملوا مباراه عظيمه النهارده، سواء الاسيين او اللي نزلوا في الشوط الثاني. اسمح لي اضم اللي جنب محمد عبد المنعم، محمد هاني يا كريم. صح، محمد هاني كان عليه ضغط كبير النهارده، قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، الانتسيبيشن او توقع الكره ممتاز، هو اللي خف الضغط شويه، وهو كان رئه من الرئات القليله جدا في الشوط الاول للنادي الاهلي اللي بيطلع عن طريقها. محمد هاني قدم مباراه كبيره، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم قدم مباراه كبيره، خط الدفاع بالكامل، محمد الشناوي بيستلم كره الهدف، كان حاضر في كل الكرات العرضيه، صدر الطمانيه الخط الخلفي للنادي الاهلي. نشكر كل لعيبه النادي الاهلي، مارسيل كولر مدرب كبير. وقبل ما ارجع لكريم للختام، مارسيل كولر هو المدرب الفول مارك، الراجل خد كل حاجه، عمل كل حاجه، خد بطوله افريقيا، اخترب من ترتيب الدوري العام، السوبر المصري النسخه الماضيه، السوبر المصري النسخه الحاليه، وكاس مصر. مارسيل كولر مدرب كبير قوي قوي قوي، يدخل التاريخ النهارده جنب مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني. الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، تستحق هذه الفرحه، تستحق هذا الانتصار. كبير القاره الافريقيه دائما مفرحنا ومشرف الكره المصريه ومشرف مصر كلها، واحده من اهم المؤسسات المصريه. النادي الاهلي هيبقى دائما وابدا قوه، هيفضل دايما في الرياده ودايما رقم واحد، حاجه مشرفه وحاجه عظيمه جدا حقيقي بصراحه، رافع رقبتنا للسماء. النهارده هننام واحنا في المغرب واحنا مبسوطين وسعداء، خلينا النهارده واحنا في محمد الخامس، ملعب محمد الخامس، حاسين ان احنا في لحظه تاريخيه. يا بختنا ويا بخت لاعبي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي حاضره اليوم النهارده اللقب رقم 11 في تاريخ بطولات الاهلي الافريقيه. عاش النادي الاهلي، عاش بطل، عاش كبير، عاش دائما وابدا رقم واحد في القاره الافريقيه. اشوفكم يا رب على